بيكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا هلا، اهلا بيكم في الناس الحلوه. فكرتنا كلنا على الورم السرطاني، انه ورم سرطاني يعني ورم في الجسم بينتقل وبينتشر يعني بيحوز مكان، ثم يبعث الورم السرطاني من صفاته الخبيثة انه بيبعث ما يسمى بايه؟ ميتاستاسيس. زي بالظبط لما تجيب كتلة نار، كرة نار كده، وتقعد تعملها تلفها كده، تقوم تبعت شهب ولهب ولهيب في كل حتة. الورم السرطاني يعمل كده. الورم السرطاني يا جماعة بيحب الانتشار. بس انا حاسس انه في مجتمعنا العربي دلوقتي ما بقاش الورم السرطاني بس هذا الشكل المرضي المشهور، لا، الورم السرطاني بقى فيه تصرفات بتنتقل، بتتصرف زي الورم السرطاني، زي الاورام، تصرفات كده بتنتشر وبتعدي. التوتر بقى ورم سرطاني، العصبيه ورم سرطاني، الهطل ورم سرطاني، الحماقه ورم سرطاني. ليه الحماقه بقت معديه؟ الحماقه يا جماعه بقت واضحه جدا وبقت سائده بشكل اوفر، والحماقه بتتصرف كالورم السرطاني تماما. انت تتصرف بحماقه وتنقل لغيرك هذه الحماقه، بل ربما يجدوها موضه. يعني مفيش مانع جدا جدا ان احنا نلاقي تصرفات غريبه بدات تظهر في مجتمعنا العربي. تلاقي مثلا حد بيفتخر باشياء غريبه، زي حد طالع على تلفزيونات او على شاشات عمال يفتخر بمجوهرات، بازياء. تلاقي حد شايف هذا الخاتم، والله هذا خاتم رائع، رخيص قوي، رخيص بمليون جنيه بس. حتى يعني المساله بتصل لمرحله الابتذال اللي هي قدام الشاشه، اللي هو حوار مع الشاشه. هذا خاتم، هذا عقد. وبدات في هنا في مصرنا الحبيب الناس تعمل كده، بقت من الحماقه ومن الاشياء الغريبه جدا جدا ان حد يطلع يلقي اتهامات عامه واتهامات خطيره بشكل همجي اشبه بالورم السرطاني. ان حد يقول ويتهم ناس في شرفهم مثلا، يتهم وسط بحاله او جزء منه. واحده تطلع تقول لك مش عارف مين في الوسط الفلاني بيعملوا ايه، ده ورم سرطاني، ده كارثه. الكارثه ان ده يعدي علينا من غير ما نحس انه خطر، ان ده يعدي على عقلك من غير ما تتنبه تقول يا نهار ابيض او يا نهار مخطط، ده ورم سرطاني، انني اشاهد مرض. انه انك تشوف الشيء ولا تستوعب خطورته. خطورته ايه يا جماعه؟ لما حد المفروض انه المفروض معروف، والمفروض انه المجتمع اعطاه مكانه، حتى لو المكانه دي لا يستحقها، حتى لو المكانه دي مزوره، حتى لو المكانه دي انت شايف ان هي لا يعني يعني هو بيحاول انه ياخدها بالحنجل والمنجل والاشتغالات، ده وارد في مجتمعنا جدا. لكن هذه المكانه خلته يظهر في شاشات او يظهر على تلفزيونات او حتى يكون وسط في صحابه مشهور. انا بتكلم على قضيه عامه، بيتكلم في الفيسبوك، بيتكلم بالانترنت، قريب من صحابه، عنده جروب، عنده مش عارف موقع، عنده جماعه عامل بيهم شله، عامل لها مجموعه على الفيسبوك، وبعدين يبدا يهاجم او يتكلم بشكل بدون تحديد. الهجوم انت قول رايك زي ما انت عايز، بس ما تطلقش اولا اتهامات بدون مرجعيه. انا هالني ويعني اثر فيا نفسيا جدا لما لقيت حد طالع على شاشه بيتكلم وبيلقي اتهام على زمايله في الوسط الفني او زميلتها في الوسط الفني، اتهامات لا يعاقب عليها القانون ولا تصدر ابدا 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 من عقليه بتفكر. يعني مش ممكن ابدا حد ركز او فكر او هدي مع نفسه يقول الكلام ده، مستحيل. والكارثه الاخرى برضو ان الموضوع معدي على كتير منكم على بشكل هادي جدا بدون مشكله. هاو كم ازاي ما نتنبهش لشكل من اشكال الاورام السرطانيه بدات تنتشر، وهو حاله العنف والتوتر. عشان خدنا على كده للاسف، وعشان الناس لما بتلاقي مش هقول عليهم فنانين بس هم معروفين، لما بيلاقوا الجرايد والاخبار ما بقتش بتكتب عنهم فبيقولوا اخبار او حاجات غريبه شويه عشان يبدا تاني يبقوا اون سبوت او يبقى عليهم الاضواء. ده بجد؟ اه طبعا ده بجد، دي حقيقه. اه والله
للاسف ده بجد، للاسف ده بجد. على فكره لو ده بجد يبقى لازم نقول كلام جد، لانه ده نوع من الاورام السرطانيه. لو النسيج الطبيعي بدا يقلل الورم السرطاني، لو النسيج الطبيعي بدا يقلل الورم السرطاني يقلده في رغبته في الانتشار، رغبته في الشهره، رغبته في الظهور، رغبته في الاستحواذ، رغبته في القرب من كل شيء، رغبته في اخذ الدم، رغبته في ان انا اسيطر على النسيج اللي انا فيه، رغبته ان انا احل محل حاجه، هو ده تصرف الورم السرطاني. لو النسيج الطبيعي بدا يفكر زي الورم السرطاني قولوا على الدنيا السلام. هنفهم النهارده يعني ايه اورام ونتحدث عنها بالتفصيل. هنفهم طبعا اكتر بس بعد فاصل قصير. هيكون معانا بعديها الاستاذ الدكتور محمد سعد العشري. خليكم دايما مع الناس الحلوه. أستاذ دكتور محمد سعد العشري، أستاذ علاج الأورام والكشف المبكر والعلاج المناعي والجيني بكلية طب جامعة المنصورة، مدير مركز سيتي للأورام، مدير مركز مصر للعلاج الإشعاعي، عضو الجمعية الأوروبية لسرطان الثدي، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام، عضو الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء. اهلا بكم. بلا شك منطقة الاورام منطقة الافكار المغلوطة فيها كتيرة جدا، وعندنا في مصر ناس كتير متخوفة وبتتخوف من انها تكتشف ورم، رغم ان الاساليب العلاجية بقت متقدمة جدا، وفكرة فالله ولا فالك ولا ما تفولش في وشي وخلي الامور كده وما نقعدش نفتش اذا نكتشف، الافكار دي بقت في العلم كله ملهاش معنى، لكن وكمان جمل بتتقال بدون واقع. هنفهم النهارده ايه المفاهيم الخاطئه في التعامل مع الاورام والاعتقادات القاتله التي يمكن ان تضر الانسان في صحته في شان الاورام، وخصوصا في السيدات، وخصوصا خلينا النهارده نبقى مور سبيسيفيك. معظم الوقت هنتكلم اكيد عن اورام الثدي. اسمحوا لي ارحب بقيمه علميه كبيره، صديق عزيز وزميل عزيز طبعا في مجاله، استاذ الاساتذه وقيمه علميه وجراحيه لا يشق لها غبار هذا المجال، هي طبعا هو طبعا الاستاذ الدكتور محمد سعد العشري، استاذ علاج الاورام والاكتشاف المبكر للسرطان بكليه الطب جامعه المنصوره. الاسم الكبير، اهلا بيك يا استاذ. احنا بترايم وحشني جدا والحمد لله على السلامه، ومرحبا بك في الناس الحلوه. الله يخليك. الفكره الاساسيه انه كتير من الناس عندها اورام، وده حقهم، افكار مغلوطه فيما يتعلق بكلمه سرطان، فلذلك انا هبدا من البيزك خالص واسالك ما هو السرطان في الاساس. والله احنا النهارده يعني انا عاوز اركز النهارده في الحديث عن السرطان، مش الكلام العادي اللي احنا كنا بنقوله قبل كده، الكشف عن السرطان والاعراض بتاعته والحاجات دي هنتكلم عنها بسرعه، بس اهم حاجه احنا عايزين نشوف الحاجات الاخطاء اللي بيقع فيها العيانين وبيقع فيها الاطباء وبتؤدي الخطا. هنا مش خطا انت رحت تصلح عربيه فالميكانيكي غلط في حاجه بسيطه، العربيه مش مشكله ممكن تبيعها وتجيب عربيه جديده، لكن البني ادم روحه دي حاجه سمينه جدا، والخطا في السرطان هو قاتل. يعني الفيرست از لاست، المريض اول خطوه في العلاج هي الخطوة اللي بتقوده إلى النجاح أو إلى الفشل. لو المريض اكتشف واتعالج من الأول خالص علاج خاطئ فالمريض قضي عليه بالموت. إذا المريض اتشخص كويس واتعالج علاج سليم بيصل إلى شفاء 90%. هي دي النقطة اللي احنا عايزين نركز فيها النهاردة، إن احنا إزاي نصل إلى شفاء 100% و95% وما نصلش الى مراحل بتؤدي الى الوفاه بتشخيص غير جيد، بعلاج غير جيد، بجراحه غير مش في محلها، فكل ده حاجات تؤدي الى نسبه فشل في علاج الاورام. هذا الفشل يؤدي الى الوفاه. فانت بتتكلم في مريض روح بني ادم زينا كلنا، لما بيحصل فشل في علاجه ويؤدي الى الوفاه، هذا المريض مش مشكلته نفسه بس، المريض ده اب وعائل لاسره، لو حصل له الوفاه الاسره كلها اتدمرت، الام هي العمود الفقري لاي منزل، لما بتحصل فيها مشكله السرطان
وتؤدي الى الوفاه فالاسره كلها اتدمرت. احنا عايزين نعيد بناء الاسره ونعيد اكتشاف الاورام بطريقه سليمه ونحط الخطوط الرئيسيه للعلاج السليم. سرطان الثدي تحديدا له شكل خاص في توصيفه. سرطان مرض خطير لما يجي في الثدي بيجي في عضو، العضو ده عضو جمالي، عضو رمزي بالنسبه للست، عضو يمثل احساس الانوثه بالنسبه لها. يمكن لو قلنا مقارنه بين سرطان المعده وسرطان مثلا الثدي هنجد ان سرطان المعده جاي في عضو داخلي الانسان مش شايفه، لو حتى استأصلناه ممكن جدا ما يمثلش بالنسبه لحد اي مشكله جماليه او اي مشكله شكليه، مش بيرمز لشيء. لكن الثدي غير انه كمان مرض خطير، هو جاي في عضو من ناحيه الست مهم جدا ورمز من رموز جمالها. فهي هنا لما اقول سرطان الثدي له اولويه في التحدث وفي الحوار عن اي سرطان تاني بيتهيألي بالنسبه للست. انا دايما بحب اتكلم على سرطان الثدي لان زي ما حضرتك قلت ان هو مشكلته مش مشكله مرضيه فقط ولكن مشكله نفسيه. المريضه اما بتصاب في هذا الجزء اللي هو اهم جزء جمالي لها بتحصل لها حاجه زي صدمه نفسيه، بتفقد انوثتها. اذا هذه المريضه لم تتزوج فبتبقى فرصتها في الزواج بتبقى اتعدمت. لو المريضه دي متزوجه جوزها بيتعامل معاها بعد كده بمعامله غير جيده. يعني انا عندي مرضى بيقولوا لي انا بعد ما اصبت بهذا المرض انا عايشه في حياتي لوحدي وزوجي عايش في حياته لوحده، فكده يعني الحاله النفسيه للمريضه اتدمرت. احنا هنا عايزين نركز في اهميه الزوج. الزوج لازم يحس بمشاعر زوجته، لازم يبقى في دعم نفسي قبل ما يكون في دعم مادي. الدعم النفسي في العلاج بيخلي المريضه بتمر بمراحل العلاج بمنتهى البساطه. انا حالات كتير جدا بلاقيها بيحصل فيها فشل في العلاج بسبب الحاله النفسيه السيئه وبسبب الزوج. فاحنا عايزين يبقى في دعم كامل من الاسره، دعم من المجتمع. مريضه الاورام زيها زي اي مريضه بتصل الى مرحله شفاء وبتعيد الرجوع لحياتها تماما. الدعم ده اول حد لازم يقف جنبها زوجها واخواتها واولادها ويبقى يعوضوا المنطقه اللي هي فقدتها. احنا يعني دائما في شعور دائم للمريضه التي تستأصل الثدي ان الثدي ده موجود. يعني لو ده اسمه بتر للثدي، زي المريض اللي بيبتر احد اطرافه بيبقى حاسس دايما ان اطرافه موجوده. اما بيجي يجيب حاجه بدراعه اللي هي السليم بيحس ان دراعه المبتور بيتحرك معاه. المريضه المبتوره الثدي بتحس دائما ان الثدي موجود، واي وتبقى عندها حاله نفسيه شديده السوء. يجب ان نقوم كلنا ان احنا نقضي على هذه الحاله السيئه. دايما لما كنت بقعد مثلا اتكلم عن الاورام الخبيثه تحديدا وكنت اتجول بعقلي كده عن كلمه او لماذا سميت خبيثه من ناحيتنا احنا، كنت اعتقد ان خبثها في انها معظم الوقت ممكن تظهر بشكل تدريجي وتخدع المريض وتخدع كل من حوله بدون اعراض وتظهر بشكل مفاجئ. فاورام الثدي لما اجي اقول اعراضها ممكن جدا يكون ملهاش اعراض خالص وممكن يبقى ليها اعراض واضحه. احنا دايما انا دايما عندي مقوله مشهوره جدا بقول يا جماعه احنا مش عايزين نستنى لما المرض يبقى له اعراض. مريض الاورام لو اشتكى دايما يقول لك ايه ده مرض، ده الاورام ما فيش فيها الم، ده الاورام ما فيش فيها مشاكل. فالناس بتاخد هذه الكلمه ببساطه. لا، مريض الاورام لو اشتكى شكوى شديده يبقى المريض وصل الى مرحله من العلاج نهائي، ليس له علاج للاورام. احنا عايزين في يعني في الكلام اللي احنا بنقوله ده كله ان احنا مش نصل الى علاج للاورام، احنا عايزين نبدا نقاوم المرض قبل ظهوره، وهو الكشف المبكر عن الاورام ورسم الخريطه الجينيه للاورام والخلفيه الجينيه
الكلام دلوقتي في العالم كله بيتجه الى اكتشاف المرض قبل ظهور. احنا هنا في مصر بنعالج المرض في مراحله الثالثة والرابعة في المراحل المتأخرة، بتكلفنا امكانيات مادية عالية جدا، وفي الاخر المريض بيتوفى. وده ليه؟ لان احنا بنكتشف في مراحل متقدمة. احنا عايزين ما نستناش لما المريض يجي لي في مرحلة رابعة او مرحلة ثالثة، انا عايز المريض يجي لي في مرحلة اولى او بعد او قبل ظهور المرض. احنا معنا شوية صور كده اللي شايفينها دي، مرضى عندهم اورام في مراحل متقدمة. شوف شكل الثدي عامل ازاي، ده حاجة اسمها فانجيشن، يعني الورم كل الجلد وطلع بره الثدي بمنظر مرعب زي ما احنا شايفين. فانجيشن دي كلمة فانجيتنج معناها دي مريضة كأنه انفجر. دي مريضة كانت حامل، وحامل في بعد الولادة ظهر الورم بالصورة الرهيبة اللي احنا شايفينها دي. طبعا الواحدة في اثناء الحمل والرضاعة في فكرة عامة يقول لك المريضة بتاعت الحامل دي عمرها ما بيجي لها ورم. لا، الورم لو ظهر في اثناء الحمل والرضاعة بيبقى زي ما تكون عندك نار، وبدل ما تحط عليها مية بتحط عليها بنزين. الورم بيشوط، بيبقى في استشاطة جامدة للورم، فبيبقى شكله زي ما انت شايف كده. ودي مريضة برضو دي اكتشفت في مرحلة متقدمة الورم بدأ يأكل الحلمة وسقطت الحلمة. خطر جدا، خطر جدا. يعني نشوف الحلمة متاكلة ازاي وشكلها عامل ازاي. دي مراحل كلها متقدمة، احنا مش عايزين نصل لهذه المرحلة. لو المريض جالي في هذه المرحلة ليس له علاج. مرحلة مرحلة نقول عليها ذا تيرمينال ستيج، يعني مرحلة متقدم. دي مراحل كلها مراحل متقدمة من الأورام، ومش عايزين نصل لهذه المراحل. بيتهيألي إن المراحل دي كلها مراحل، دي غدة لمفاوية تحت البطن اللي هو بنقول عليه حل الثدي. شوف حجمها كبير ازاي، يعني ازاي إن المريضة تنتظر لحد ما تصل لهذه الأحجام. نقف شوية على الصورة ديت، نقف شوية على الصورة دي عشان الصورة دي مهمة قوي. كم من حد بيحصل له هذا الحيل ويطنش ويفتكر انه ده دمل، ويفتكر انه ده مشكله بسيطه، ويفتكر ده التهاب في الجلد، ويفتكر ان انا شلت الشعر من المنطقه دي فطلع لي بعد كده دمل فيها. في الستات الكلام ده في منتهى الخطوره والاهميه يا دكتور. طبعا هو سهل قوي ان احنا نعمل موجات صوتيه تحت الابطين مع الثديين، ودي بتفرق لي بين الغدد المتورمه ناتجه عن الالتهاب او الغدد اللي فيها خلايا سرطانيه. احنا لو قاعدين في المكتب ده مرتب، فبتبقى الـ 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 الغده مرتبه، لما بيحصل فيها دخول الورم بيقلب كل حاجه كيان الغده، فكان المكتب اللي احنا قاعدين فيه ده اتقلب. اما معنى ان هو حصل فيه عدم تنظيم يبقى ده معناه ان في خلايا سرطانيه موجوده. تشخيصها من اسهل ما يكون بالموجات الصوتيه. عظيم. يعني احنا عايزين اقل حاجه ان المريض يروح يعمل موجات صوتيه. تمام. أنا عايز أروح لمنطقة مهمة قوي، أنا عايز حكايات أكتر منها حوار علمي عن الأخطاء اللي أنت بتشوفها منتشرة في المجتمع المصري والعربي، وبما أنك أنت كمان بتتعامل مع المجتمع العربي في التعامل مع سرطان الثدي، وخصوصا أن احنا عندنا معتقد مصري أصيل اللي هو خلي الكارثة تكون مقفول عليها، لأن أو أنا خايف أكشف لأكتشف كارثة، او خايف ابص واعمل ماموجرافي مثلا فاكتشف ورم. الفكر ده عند ناس كتير. هو في حاجه اسمها السكريننج، المريض بيتحط على الـ وحده الفحص الدوري، ولازم كل السيدات فوق ال 25 سنه يتحطوا على سكريننج. قبل ال 40 بيعملوا موجات صوتيه سنويه، بعد ال 40 سنه بيتعمل ماموجرام كل سنتين وموجات صوتيه سنويه. دي اشعاعات بسيطه جدا، تكلفتها لو هتعملها على حسابك ما في حدود 100 جنيه 150 جنيه، لو هتتعامل في مكان مجاني مش هتدفع حاجه. ومره في السنه بتروح تزور كانك انت رايح يعني تشتري اي حاجه. ده مره في السنه، احنا يا جماعه بنقول مره في السنه. ده الماموجرام اهو، الثدي بيتحط تحت الاشعه وبيحصل عليه ضغط كده وبيبان الاشعه اللي هي الديجيتال ماموجرام. طبعا الديجيتال ماموجرام اللي هو الماموجرام الرقمي ده احدث حاجه، وده اللي بيبين 95% من الحالات في مراحل قبل ما يظهر الاورام. احنا ممكن لو في شويه تكيسات في الثدي دي بتبقى اشاره عاليه جدا ان في بدا السرطان يظهر في هذه الحاله. تكيسات الثدي، تكيسات يعني احنا عندنا الحاجات دايما يقول لك احنا اورام حميده، وتبان في اشعه الموجات الصوتيه اورام حميده.
لازم اللي يعمل فحص الموجات الصوتيه او الماموجرام يكون حد متخصص في فحوصات الثدي. لو ظهرت اي تكيسات في الثدي فده معناه ان بدا يحصل نشاط خلوي، انه ممكن في خلال فتره قليله يحصل اورام خبيثه. فنخلي بالنا جدا من اي تكيسات، اي تكيسات موجوده في الثدي فدي معناها ان احنا والله ده مؤشر خطير جدا لظهور الايه؟ الاورام. ساعات الست تعمل ماموجرافي او تعمل الترا ساوند فيدوها ستيجز مستويات، ستيج 0 1 2 3 4 حاجه كده. ايوه راديولوجيكال ستيجنج. راديولوجيكال ستيج وليها اسم انا بس مش فاكره، هل بيرادز باين حاجه كده؟ الايه بيرادز بي اي ار بيرد كلاسيفيكيشن. بيرد كلاسيفيكيشن ده البيرد كلاسيفيكيشن ده تقسيمه الموجات الصوتيه والماموجرام حسب اذا كانت حميده او خبيثه. انا يعني ده راجل بتاع بطنه فالحته دي يعني هي خطيره، يعني هي حاجه طبعا تقسيمه جديده لسه بدا بتوع الاشعه التشخيصيه على مستوى العالم يحطوها لحد بيرد 3 الحميد. بيرد 4 بتقسم لألف وب وجيم. ألف بيبقى أكتر ناحية الحميد، ب بيبقى يعني مش قادرين نحدد، جيم بيبقى ناحية الخبيث، 5 و6 و7 بيبقى خبيث. التكيسات بتبقى في أي حتة من الحتة؟ التكيسات في بيرد 4A 4A 4A. رابع ألف. فدي بتبقى لازم دي بتتاخد عينة. العينة طبعا دي حاجة خطيرة جدا والناس بتقع كتير في مشاكل، العينة عن طريق الفتح، وان احنا نشيل الورم جراحيا ده غير مستحب لان ده بيساعد على الانتشار. لكن العينة عن طريق التروكات بالإبة هو ده أأمن حاجة بالنسبة للست زي ما احنا شايفين كده. دي طريقة أخذ العينة من خلال إبرة. أيوه اللي هو تروكات نيدل بيوبس، بس في إبرة نسيج وفي إبرة سائل. هو النسيج هو اللي احنا بنحتاجه عشان نعمل عليه الباثولوجي. ايه الوقاية الافضل؟ يعني دلوقتي الفحص الجيني واللي انا اعتقد ان انجلينا جولي الممثلة الامريكية الاشهر في هذا، واحدة من اشهر ممثلات العالم الان، لعبت دور مهم قوي قوي في انها تنشر هذا الكونسبت في العالم كله، وهي قصة مثيرة هي. هو طبعا احنا انا يعني حتى دي مهمة قوي انا عايز اتكلم عنها، لان دلوقتي بقى تشخيص الاورام وعلاج الاورام زي ما احنا شايفين انجينا جولي قبل مفيش فرق بين قبل وبعد يا جماعه. يعني هي ما اعرفش ليه حطينا في النت قبل وبعد، مش قبل. هي عملت انجينا جولي العائله بتاعتها هو يعني السلاله بتاعتها من اللي هم الاشكناز، اليهود الاشكناز، ودول المجموعه بتتم الزواج بينهم، ما بيحصلش زواج خارجي، يعني هم عندهم كده في نظام السلاله بتاعتهم ان هم ما بيبقاش في زواج بره العيله. فطبعا حصل ان الجين حصل له بقى اساسي في هذه العيله اللي هو الباركا جين، باركا 1 ام باركا 2 بقى اساسي في هذه الطائفه، في هذه الطائفه في الاشكناز. اما كانت خالتها وخالتها ومجموعه كبيره جدا كانوا مصابين بسرطان الثدي والبيبيض، فطبعا اما اتعمل الانجينا جولي البراكا 1 براكا 2 طلع ايجابي بدرجه عاليه جدا. براكا ده اللي هو الجين. البراكا ده تحليل عينه دم بنعملها عشان نشوف هذه العيله فيها عامل وراثي الاورام الثدي والمبايض ولا لا. فطلع عندها هذا النوع، فعملت استئصال للمبيضين واستئصال للثديين، وعملت زرع العضلة الخلفية او زرع الدهون تحت الجلد مكان الثديين، عملية تجميلية. احنا طبعا في مصر صعب ان احنا نعمل يبقى في عنف في هذا الجراحة، فاحنا بنرشح في الحالات اللي زي دي ان تبقى بيتعمل للمريضة اللي بتطلع باركة 1 باركة 2 رنين مغناطيسي كل سنة على الثدي، وبنشيل المبايض في حالة ان هي عدت 45 سنة. ده حاجة مهمة جدا، بنقول ان طب الناس اللي هم معرضين يبقوا باركة 1 باركة 2 دول مين؟ اللي هم انا عايز الحاجات دي الناس تفهمها كويس قوي، ان هي عندها تاريخ معرضي في العيلة، 2 اخوات يعني خالتها او عمتها 2 يعني يكون عندها. معلش افهم الحتة دي، الحتة دي بالراحة عليا عشان استوعبها. يعني لو فرضنا مثلا يعني هي احنا بنتكلم على خالتها واختها الاثنين او عمتها واختها 2 في العيله. لا يعني مثلا معلش نقول مثلا ان انجلينا
عمتها واخت انجلينا؟ لا اخت عمتها يعني اخت عمتها يعني عمتها الثانيه او خالتها وخالتها الثانيه اثنين خالات اللي هو ذا سيم تري في نفس الشجره يعني اثنين من نفس الشجره كويس تمام او بيكون الام جالها هذا المرض اقل من 35 سنه او بيكون عندها تاريخ مرضي لاحد الرجال في العيله عنده بروستات عنده بنكرياس عنده كولون تمام او عنده سرطان في البروستاتا او القولون او البنكرياس تمام عشان بالترتيب كده لان الترتيب بتاعهم زي ما انا قلتهم البروستاتا والقولون ثم البنكرياس تالت حاجه ان يبقى في بعض حد في العيله عنده حاجه اسمها دبل مالجنسي دبل مالجنسي يعني عنده نوعين من الاورام غير مرتبطين ببعض يعني واحده عندها مثلا سرطان ثدي وعندها سرطان في الكبد في فرق بين ان واحده عندها سرطان في الثدي ويدي ثانويات خلايا من الثدي تروح الكبد فتبقى اسمها ثانويات وفي فرق ان يظهر الورم اولي في الكبد اللي هو سرطان الكبد الاولي فده بنقول عليه دبل مالجنس ففي الحاله دي ان دي معامل العامل الوراثي في هذه العيله عالي جدا فلازم نعمل لها تحليل احد هذه الاحتمالات كلها احد هذه الاحتمالات مش لازم يعني مثلا حاجه من دول مش يعني يكون عندها خالتين او عمتين او مامتها جالها سرطان قبل 35 سنه او ابوها جاله احد الافراد العائله اللي هم الرجاله يبقى عندهم اصابه في البروستاتا في البروستاتا او القولون او البنكرياس او يجيله ورمين غير دبل مالجنسي ورمين غير مرتبطين جم كل واحد اولي بذاته ايوه دي حاجه الحاجه الثانيه في الخلفيه الجينيه ودي حاجه خطيره جدا اما بنيجي ندي علاج كيماوي احنا بندي العلاج الكيماوي بلايند يعني والله الحاله بتاعت سرطان الثدي دي تاخد العلاج الكيماوي كذا طب حصل ارتجاع بندي خط الدفاع الثاني حصل ارتجاع بندي خط الدفاع الثالث حصل ارتجاع بندي خط الدفاع الرابع بنطلع من بروتوكول كيموثيرابي في بروتوكول كيموثيرابي والعيان بيدمر ولا يستجيب للعلاج صح ولا غلط ده غلط طبعا الجديد بقى دلوقتي ان احنا بنعمل حاجه اسمها ماي بروفايل ده تحليل جيني 55 جين بيتعملوا على الخلية عشان نحدد ان اي نوع من العلاج الكيماوي بيطلع لنا ريبورت كده بتقول لنا والله العلاج الكيماوي اللي ينفع للحالة دي هو ده والعلاج الكيماوي الريزيستنت للحالة دي اللي هو فيه مناعة للحالة دي هو كده زي بنسميها كالتشر اوف كيموثيرابي مزرعة العلاج الكيماوي زي ما احنا عندنا كده بنسمع عن مزرعة المضاد الحيوي كنا زمان المريض بيجي عند خراج بنديله مضاد حيوي عمياء بلايند يحصل امبيريكال وبعد كده يحصل ما يستجيبش ندي مضاد حيوي تاني نطلع يحصل ريزيستنت للمضادات الحيويه او اكتر من مجموعه من مختلفه يحصل للمريض تسمم بعد كده وبيموت ده اللي بيحصل دلوقتي في السرطان ان احنا بندي العلاج الكيماوي بدون خلفيه جينيه بنبدا نعمل بقى الخلفيه الجينيه دي عشان نحدد نوع الورق الكيماوي الذي يصلح بحيث ان انت اول ما بتدي العلاج الكيماوي خلاص هو ده اللي بيجيب معاك نتيجه حتى لو حصل فيلير له انت في خط الدفاع تاني محطوط لك في البروتوكول فدي الخلفيه الجينيه دي هي دي الاساس اللي انا عايز استرس عليها قوي في ده في العلاج الكيماوي طب في العلاج الهرموني والعلاج الاشعاعي هل في اخطاء في العلاج الهرموني اما بيتيجي مريضه مرحله اولى المريضه المرحله الاولى دي بنقول عليها والله دي حاله دي اليومين الايه وما فيهاش غدد لنفاويه من 0 ل 3 غدد لنفاويه يعني اقل من 3 غدد لنفاويه مصابين وحجم الورم اقل من 3 سم فبنقول عليها دي لو ريسك 90% من الاطباق يقول لك ندي علاج كيماوي جزء كبير من الاطباء يقول لك ندي علاج هرموني ما تحتاجش علاج كيماوي بناء على ايه احنا بنحدد ان دي تاخد كيماوي او دي ما تاخدش كلها حاجات عشوائيه النهارده في تحليل جيني اسمه بروسيجنا بروسيجنا ده بيحط العيانه دي ان لو ريسك اور هاي ريسك يعني معامل خطوره عالي او معامل خطوره قليل معامل خطوره قليل بتمشي علاج هرموني ولن تستفيد بعلاج كيماوي معامل خطوره عالي لازم تاخد علاج كيماوي طيب لو جالك عيانه مرحله اولى والدكتور الاورام قال لك لا انا شايف ان العيانه دي مش هتاخد علاج كيماوي اديها علاج هرموني ايه اللي بيحصل بيحصل ارتجاع خلال سنه وانتشار للورم في الكبد في العظم وتفقد فرصتها في الشفاء هو شايف من وجهه نظره ان العيانه مش مستاهله في دكتور تاني يقول لك لا والله انا خليني في الامن ادي لا النهارده
ما عادش في حاجه اسمها عشوائيه في العلاج، مش في تحليل مش بمزاجك ولا برؤيتك. النهارده بيتعمل وبيحدد اذا كان العيان ده ياخد علاج كيماوي او ياخد علاج هرموني. انا بيختلف يعني، انا كان عندي مريضه وقررت لها علاج كيماوي وذهبت لاحد الاطباء قال لها لا انت الست دي ده حالتها بدري جدا وحرام، شوف الكلمه حرام ان هي تاخد علاج كيماوي. تمام. فقلت لها احنا لا انا اللي احكم ولا الطبيب الاخر هو اللي يحكم، احنا نعمل تحليل البروسيجنا. وعملنا تحليل البروسيجنا وطلع من اللي هي معامل خطوره عالي. قلت لها انت كده تاخدي علاج كيماوي. البروسيجنا اللي هو معامل خطوره في المراحل المبكره الاورام الثدي. اللي هو لازم الناس تعرف بقى البراكه البراكا 1 البراكا 1 والمايبروفيل اند بروسيجنا، احفظوا الاسامي دي. طب هل هناك على فكره التحاليل دي ما بنعملهاش في مصر، بعد في معامل في امريكا بتعمل وبتجي لنا الريبرس بتاعتها من امريكا. هل هناك اتمنى طبعا ده سلبيه رهيبه تحليل ما يكونش بيتعمل في مصر، ده سلبيه رهيبه. يعني ايه يعني ايه تحليل ما يتعملش في مصر؟ لا هو حتى مش بيتعمل في اوروبا، يعني هو ما بيتعملش اللي في امريكا بس. ربنا يكرمه ونقدر ندخل. احنا بنتكلم يعني احنا في حالتنا دي احنا بنتكلم على الجديد، يعني احنا ما بنتكلمش على الحاجات التراديشنال اللي هي بتتم في كل حته في مصر حاليا، احنا بنتكلم على الحاجات المفروض تتعمل في مصر. والحاجات اللي انا بقولها دي مش مكلفه خالص، بس انت حاجه اسمها كوست بنفيت، يعني انت بتقلل اما يجي لك مريض وتديله علاج هرموني ب 20 جنيه وتصل الى مرحله شفاء، غير اما بيجي لك وتديلوش وتلاقيه ان هو محتاج علاج اقوى وتكلفه فوق ال 300 400 الف. النهارده علاج الاورام مكلف جدا، يعني انت في علاجات تارجت ثيرابي والعلاجات الموجهه بتعدي تكلفه العلاج فوق ال 70,000 80,000. يعني في دواء مثلا، في ادويه كتير عملت طفره في العلاج. يعني احنا عندنا مرض زي الميلانوما، الميلانوما ده اللي هو الوحمه الدمويه السرطانيه، الورم ده قاتل زي ما جه الكارتر وراح انتشر في المخ وفي العظام وقالوا ان الكارتر مات، وخد دواء علاج موجه لشركه معينه وموجود في مصر حاليا واحنا بنستخدمه. العلاج ده مسح الاورام من جسمه ومن مخ ووصل الى شفاء كامل، وتشوف كارتر النهارده رجع طبيعي. وقايم بدور يعني كبير يعني ما شاء الله. فهو احنا يعني بعيد عن السياسه بعيد عن دوره في السياسه دوره في انما السياسة. احنا بلد فقيره. البلد اللي زي مصر فقيره، احنا ما نكلفهاش كتير. احنا عندنا سنويا الدوله بتدفع في العلاجات الاورام فوق، ما انا مش عايز اقول مبالغ كبيره جدا بالمليارات، في سواء في نفقه الدوله سواء في التامين الصحي سواء في المراكز الخاصه، ملايين تدفع، مش ملايين مليارات. يعني انا في مرضى عندي بتصل تكلفه علاجهم فوق النص مليون جنيه في السنه. فانت بتتكلم في مبالغ يعني طائله. لو المريض ده جالك من الاول وشخصته كويس وعالجته كويس مش هتحتاج انك تدي هذه المبالغ. طيب في عجاله بقى، عندي حاجتين سؤالين عايز اجابات سريعه ليهم. اخطاء الاشعاع، احنا اتكلمنا على اخطاء العلاج الهرموني الذي قد يكلف العيان حياته، اخطاء العلاج الكيماوي الامبريكال العشوائي، اخطاء العلاج الاشعاعي، وعايز افهم يعني ايه جراحه تحفظيه. نتكلم الاول على الاشعاع كده بسرعه. والعلاج الاشعاعي دلوقتي فيه طبعا منه حاجات حديثه اللي هي الاشعاع ثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد. الثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد ده بقى يعني موجه زي ما احنا بنتكلم في العلاج الكيماوي موجه، هو موجه. يعني عندي اصابه مثلا في البنكرياس 2 سم هو بيضرب البنكرياس. طب انا لو اديت ثنائي الابعاد في الحاله دي، ثنائي الابعاد بيقوم يهبش الحته اللي حواليه، يدمر الكلى، يدمر الطحال، بيدمر المعده، بيدمر بيقفل المعده خالص. البنكرياس راكب على المعده وبيعمل مشاكل كثيره جدا. انما ثلاثي الابعاد انت او رباعي الابعاد بقى الاحدث، انت بتدي على المكان المصاب فقط بدون التاثير على اي مكان اخر. وده دلوقتي متوفر في كل حته. تمام. في بعض المراكز الصغيره تحت بير السلم بتدي الثنائي الابعاد. يا جماعه ما نحاول نبعد تماما عن هذه المراكز. تاني حاجه، في مراكز بقى تدي ثلاثي الابعاد بس ما عندهمش اللي هم المجموعه اللي تقدر تشغل الجهاز كويس، ودي حاجه خطيره جدا. لازم في حاجه اسمها كواليتي كنترول للاجهزه دي كلها وتحت اشراف وزاره الصحه. طيب. لان مشكله كبيره جدا. الجراحه التحفظيه. الجراحات طبعا حاجه خطيره جدا جدا جدا. انا يعني مش عايز اتطرق لها لان اخوه الجراحين بيزعلوا مني. احنا
انا من هواة الجراحات الاستئصالية، ما بحبش الجراحات التحفظية في الاورام. انا يهمني مش المريض يبقى شكله حلو، انا المهم عندي ان المريض يعيش. انا بتكلم على حياة. فدي دايما اقول في مشكلة عندنا ان كل الجراحين دلوقتي واحدة عندها ورم في الثدي بيوم جاي عامل استئصال تحفظي. استئصال تحفظي ده يعني بيشيل الورم بمنطقة الامان زي ما احنا شايفين كده على قد الورم بس. ده يؤدي في بعض الحالات لحاجة كويسة لو كان الورم اقل من 3 سنتي وحجم الثدي صغير. اهم حاجة حجم الثدي صغير، لان المريض ده لازم هيحتاج علاج اشعاعي. انا بلاقي عيانين حجم الثدي فيهم ضخم وبيعملوا استئصال تحفظي، اجي ادي اشعاع بعد كده ما ينفعش اديله اشعاع لان حجم الثدي بيعدي 10 كيلو جرام. فدي مشكله كبيره جدا. فلازم يبقى في زي مالتي سبلينري تيم بين الجراح وبين دكتور الاورام عشان نحدد نوعيه الجراحه. الحقيقه انت بتنورني جدا وبسعد بزيارتك سعاده غامره وبنتظرها انتظار كبير، وعليك مسؤوليه كبيره ان انت تتواجد وان انت تتكلم، لانه انت قلت ان الكلام النهارده والله انا استفدت منه جدا على مستوى الطبي كطبيب، واستفادوا مني جمهور الناس الحلوه، جمهور يعني خاف، انا شايف الوجوه يعني في كله قاعد مرعوب. على فكره انا هقول لكم على حاجه بس عشان ارعبكم اكتر، وعلى الموضوع هيرعب اكتر ناس معينه. سرطان الثدي مش قاصر بس على الستات، سرطان الثدي بيجي في الرجاله. اهلا بيك. اهلا بيك، منورني. عشان انا عارف ان انت قاعد عمال تخبط برجليك كده وعمال يعني تقول ايه كويس الحلقه مش خاصه بالرجاله وماليش دعوه. لا يا اخويا، صح كده يا دكتور؟ صح طبعا. 10% من سرطان الثدي بيجي في الرجاله. 10% بيجي في الرجاله ويبقى في الرجاله قاتل، لان هو مفيش اللي هي الدهون التي تحمي القفص الصدري، فبيبقى مشكلته ان هو بينتشر سريعا على القفص الصدري. زي بالظبط اللي اتقال لك خلاص، عشان بس ايه عمال بالصبح انت رايح جاي وعمال الله يخليك. كل الشكر والتقدير طبعا للضيف العزيز الدكتور العلمي الكبير الاستاذ الدكتور محمد سعد العاشري، استاذ علاج الاورام والاكتشاف المبكر للسرطان، الاستاذ بكليه الطب الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، على تشريفه لنا في الناس الحلوه. وارجوكم خليكم معنا.